مرحبا فيك بهذا الفيديو الجديد. انا زين نور. اذا كنت عم تشوفني اول مره فانا باخذك جولات حتى نشوف اجمل القصور والبيوت في تركيا وحول العالم، فبتمنى منك تشترك بالقناه حتى تشوف كل الفيديوهات اللي عم ننزلهم، لانه انا فيك بكبر. واليوم انا في مدينه بورصة، مدينه الجمال، ورح نبدا من هي الفيلا، من هي الحديقه. مثل ما شايفين هذا هو التراس تبع الفيلا، مساحتها 1000 متر مساحة الأرض. المساحة الداخلية للفيلا بلال عم تكون حوالي 600 متر. هلا رح نتفتل ونتجول في هي الحديقة، تعالوا مع بعض. يا سلام، شايف بلال هذا الجبل؟ هذا ما شاء الله مدينة بورصة بتتميز بالجبال والطبيعة الخلابة. ما شاء الله كل الفيلا عم تشوف إطلالة على الجبل وإطلالة مفتوحة. طبعا هلا إن شاء الله بس نطلع بعد شوي نشوف التراس منشوف الإطلالة بشكل أجمل إن شاء الله. هي هي الحديقة، ما شاء الله حديقة كبيرة مزينة بالأشجار جميلة. هون كمان في عنا تراس صيفي شتوي عم يكشف إطلالة مفتوحة على الجبال وعلى الطبيعة. من هون بلال عم يكون في عنا باب تبع الفيلا. بالمناسبة بالفيلا في كراج مغلق بسع 5 سيارات، هي نقطة كثير مهمة. شوف بلال ما شاء الله أشجار مثمرة، والله بيشتهي الواحد ياكل. هي بسموها بالتركي مندلينا، نحن بالشام بنقول عليها كرمنتينا ويوسفي. فانت كمان ببلدك شو بتسموا هاي الفاكهه؟ يلا تعالوا نكمل مع بعض. شوف بلال هون كمان شجره النخيل عم تزين هاي الحديقه، والله شيء جميل. هلا رح ندخل ونشوف التفاصيل من الداخل. يلا بسم الله. بسم الله وبنبدا جولتنا داخل هاي الفيلا المميزه. ما شاء الله تبارك الله، خلوني اقيم النظاره حتى نستمتع بالتفاصيل الموجوده بهي الفيلا. هلا احنا في طابق المعيشه، في عندنا 3 طوابق. الطابق الاول في الصاله والمطبخ والتفاصيل، وفوق في عندنا غرف النوم، وبالطابق الاخير التراس. شايف في الاول ما ندخل عم يكون في هون خزن كله مرايات، ما شاء الله شوف شلون كمان فتحه بهذا الشكل، كثير ما شاء الله مرتبه. فوق كمان عم يكون في إضاءة جميلة. اللي لاحظته زين إنه شوف الأرضيات عم تكون نفس النقشة تبع الإضاءة. بالضبط، ما شاء الله عن جد كثير لمسة جميلة. يعني عند مدخل البيت أول ما يدخل الواحد هيك عم تستقبله هي الرسمة الموجودة، كثير جميلة ما شاء الله. هلا هون على اليسار في عندنا غرفة النوم تبع الضيوف، تعالوا نشوفها مع بعض على السريع. ما شاء الله مساحتها حلوة مع حمامها الخاص. يعني البيت أول ما دخلنا عليه هيك شعرت بالراحة النفسية، كثير ما شاء الله مريح. هون عم يكون غرفة الجلوس والراحة، عم يكون معها تلفزيون، وفي كمان شوفوا ما شاء الله هون في واجهتين زجاجيتين، وهون كمان في واجهة زجاجية. ما شاء الله كمان طقم الجلوس كثير مريح. حلو هذا اللون هيك رمادي. هون في سلايدنج دور بياخذنا على التراس، تعال شوف. كمان هون في جلسة كثير حلوة. يا سلام، والله بورصة أنا ما كنت بعرف انه هيك كثير جميلة لهالحد، ما شاء الله جميل. شوف هذاك الجبل هو جبل له ضاغلة بالقمة. بالضبط، حتى كمان عند الباب شوفوا هون ما شاء الله الإضاءة عم تكون كمان الألوان متناغمة مع طقم الجلوس، ما شاء الله جميل. هون عم يكون في حمام عربي وحمام إفرنجي، يعني كمان من النوادر انه تلاقي بفيلا انه فيها حمام عربي كمان. وهون كمان في مغسلتين مع مرايا وإضاءة جانبية، حتى شوف الحنفية كثير جميلة ما شاء الله. على اليمين قنصل فوقه مراية على شكل بيضوي مع إضاءتين جانبيتين كثير جميلة. لاحظت بلال شلون الأرض دافئة؟ الأرض كلها مدفاية ما شاء الله. تعالوا نشوف المطبخ مع بعض. ما شاء الله جميل اللون الرمادي يلي مستعملينه للبورسلان للمجلى، حلو كثير. كمان الخزن البيضة عم يكون في كثير يعني تباين، عم يعطي جمالية. وهون كمان في مكان مخصص للأكل، بتسع هون 5 أشخاص. كمان في عنا أكسس للتراس، جميل جدا. هلا رح نروح نشوف قاعة الضيوف الملكية. ما شاء الله قاعة ما شاء الله كتير حلوة. يمين هون غرفة الجلوس واليسار قسم الطعام. شوف ما شاء الله على هالطاولة كلها عم تكون أسطح من الرخام الجميل، بتتسع لـ8 أشخاص. وخلفها تماما في أكسس للحديقة، بلكون جميل جدا ما شاء الله، في ممكن الواحد يقعد برا. وهون خلف طاولة الطعام مباشرة في عنا قنصل عليه اكسسوارز جميلة. شوف كمان الحائط كله عليه مرايا، واو ما شاء الله. كمان في عنا واجهة زجاجية على شكل مربع ما شاء الله، كمان عم تدخل إضاءة للصالة. تعالوا نشوف هلا طقم الجلوس مع بعض. حلو كثير هون، يعني اللون جريء الكحلي والأزرق عم يروح مع اللون الفاتح. هي كمان تحت عم يكون في شومونيه، خلينا نتدفى شوي. يا سلام، هي فقط ديكوريشن.
شوف كمان هون هدول الأشكال الذهبية ما شاء الله، شوف شلون عاطية جدا فخامة لهذا الحائط. تعرف زين أكتر شيء عجبني مو بس بهي الصالة، بكل الفيلا اللي هو السقوفة، شوف قديش مهتمين بالإضاءة تبع السقوفة والديكور اللي عاملينه بالجبصين. تعرف بلال ليش حسيت إنه أنت هيك عن جد جميلة القاعة؟ لأنه ارتفاع السقف 3.5، فكل ما ارتفع السقف كل ما بيعطي مساحة للقاعة، وهون كمان في عنا أكسس للتراس. خلوني أشارك معكم تفاصيل الفيلا، عبارة عن 1 دنم 1000 متر، 7 غرف، صالونين بثلاث طوابق. التفاصيل الحلوة اللي شفناها مع بعض معروضة ب1,750,000 دولار. بدي أشكر السيد أحمد يلي أتاح لنا الفرصة وتجولنا داخل هي الفيلا وكان معنا خلال رحلتنا في بورصة. يلا بسم الله، خلونا نروح نشوف غرف النوم. بس قبل ما نطلع نشوف غرف النوم، شوف بابا، بدي لك شوف بلال على هي الواجهة ما شاء الله عم تدخل ضوء للصالون، مو بس للصالون، عم تدخل ضوء لكل الفيلا، يعني للطابق التحتاني والطابق الفوقاني، عم يكون البلور مغبش ما عم تشوف شيء يعني خصوصية. يلا تعالوا نطلع مع بعض. بهذا الطابق في عنا 4 غرف نوم. هي الغرفة الأولى، صاحب البيت عنده بنتين، بنت صغيرة، هي هي غرفتها ما شاء الله، في معها حمام الخاص، ريحة النظافة هيك عم تفرح بهي الغرفة ما شاء الله. والغرفة الثانية عم تكون جنبها، هي للبنت الكبيرة ما شاء الله، كمان مساحتها أكبر، مع حمام الخاص، وكمان في هون ناظور مشان نشوف. مسكر. عم يكون في معها بلكون بيكشف كل مدينة بورصة. يلا تعالوا رح نشوف الغرفة اللي جنبها كمان. هي الغرفة عم تكون غرفة نوم إضافية، معها سريرين، وكمان في إلى أكسس على البلكون. يلا تعالوا رح نشوف الماستر روم. ما شاء الله كمان مساحتها كبيرة، مضواية بشكل كتير حلو بلال، شوف هون الواجهة عم تدخل إضاءة، وكمان هون في إضاءة. تعال نشوف الحمام مع بعض. هذا القنصل عليه الأكسسوريز العطورات، مقابلة مباشرة في هي المغسلتين، فوق الإضاءة الجانبية السبوت لايتس. هون عم يكون في دوش كابين، وجوه في حمام تركي هيك حمام صغير. وعلى اليمين الدريسنج روم، تعالوا نشوفها مع بعض كمان ما شاء الله، على اليمين وعلى اليسار خزن ودروج. حلو. وهلا بدنا نشوف احلى اطلاله بهي الفيلا من الطابق الاخير. يلا تعالوا معنا. وهلا بدنا نطلع نشوف الطابق الثالث، طابق التراس. شوف كمان بلال هون كمان في واجهه ما شاء الله عم تدخل اضاءه. لاحظت كمان ارتفاع السقف دائما هيك بيعطي مساحه ما شاء الله. هلا هون عم يكون في على اليمين حمام مشطب ما شاء الله بشكل كامل، على اليسار في كمان غرفه الغسيل، وهون قاعة كانوا بدهم يعملوها سينما بس ما عملوا فيها شيء، ف اتس اب تو يو. حلوة ما شاء الله، ممكن الواحد يعمل ممكن جيم. هون على اليسار كمان في تواليت عربي مع مغسلة. وهلا رح نروح نشوف التراس بعد شوي، بس قبل ما نشوف التراس خلينا نشوف هون السيتنج اريا. كمان هون ما شاء الله في غرفة جلوس معها طقم جلوس، وهون كمان في كل شيء ما شاء الله، كمان في اطلالة جميلة جدا هون ما شاء الله، اطلالة مفتوحة من هذا المكان. هلا هون التراس رح نطلع من هون الاكسس، تعالوا مع بعض بسم الله. هذا التراس تركت لكم اياه لاخر شيء لانتم تحكموا بانفسكم على هي الاطلاله اللي رح نشوفها بعد شوي. بالمناسبه اليوم نحن هذا ثاني فيلا بنصورها اليوم، يمكن هي اول مره بحياتنا بنصور فيلتين بيوم واحد، لانه احنا جينا على بورصه وبدنا نستغل كل دقيقه حتى عن جد نتجول بالفيلا اللي هون ونفرجيكم اياها ان شاء الله. بلال كيف طاقتك اليوم؟ والله فل الحمد لله. انا بس شوف هي الاطلاله اللي هيك، والله الواحد بينسى كل تعبه. اي والله ما شاء الله. هي جبال بورصه هون والطبيعه صراحه بلال، يعني نحن بعد ما زرنا مدينه بورصه وتجولنا فيها واكلنا فيها وانبسطنا فيها، عن جد حسينا قديش انه هي المدينه مظلومه. يعني كثير ناس بيروحوا على اسطنبول بس ما بيعرفوا شيء عن مدينه بورصه، فبتمنى هيك نحن الشعور اللي كان بداخلنا نقلنا لكم اياه، حاولنا ننقلكم كل شيء شفناه بهي الجوله في مدينه بورصه وبهي الفيلا بالتحديد. كان معك زين نور وبشوفك بالبيت القادم. سلام.